وحول المشهد السوري ينضم إلينا عبر سكايب العقيد عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، إلى أي درجة يستطيع طيران الاحتلال الصهيوني الدخول للأراضي السورية دون تنسيق مع روسيا أو أمريكا؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. طبعا يعني لا يستطيع الطيران الإسرائيلي الدخول للأجواء السورية إلا بالتنسيق مع القواعد الجوية الروسية التي انتشرت إلى جوانب القواعد السورية التي كانت في السابق. يعني نستطيع أن نقول ممكن أن يدخل بدون تنسيق مع نظام الأسد، لأن يعني نظام الأسد حتى لو كان كما في السابق يعني بقدرته الجوية يعني المعهودة التي لم تصب بأذى هي غير فعالة. أما الآن كونه أصبح قناة مركزية للقوة الجوية في حميمين، فالصواريخ التي تم نصبها يعني خاصة في منطقة العمق السوري هي منطقة تستطيع أن تصد أو تصدي الطيران الإسرائيلي. نعم. إذن روسيا يعني إذن سيادة العقيد، روسيا كانت على علم، ما هي أهداف الضربة؟ طبعا اهداف الضربه هذه ليست جديده، اهداف الضربه هذه ضربه قديمه، تدخل قديم يعني منذ فتره شهرين قامت اسرائيل بمجموعه ضربات على الاهداف، اهداف البنك المحمل لديها، وقصفت مجموعه في العمق السوري من السير الى مناطق متفرقه من بطاريات الدفاع الجوي في سوريا، والغايه منها طبعا شل القوى الجويه السوريه، يعني النظام اصبح طبعا عدا على ان يعني المطارات ووسائط الدفاع الجوي هي من الاتحاد السوفيتي السابق متهالكه ولا تماشي التقنيه الحديثه، فلذلك الاهداف هي يعني جعل الاسد وميليشياته مشلول جويا، وفعلا هو لم يبقى لديه سوى حوالي يعني من 40 الى 45 طائره مقاتله واعتراضيه وحوالي تقريبا من 2 الى 3 سرب حوامات فعال وجاهز جاهزيه قتاليه كامله. بعد التخلص من هذه القوة الجوية، طبعا الطيران الإسرائيلي ليست هذه المرحلة، منذ عشرات السنين يدخل ويتجول في الأجواء السورية كيف يشاء دون أن يتعرض له أحد. طيب، هل تعتقد أن الضربة الإسرائيلية كانت بتفويض من الولايات المتحدة؟ أجزم 100% أن التنسيق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية هي عبارة هذه عن يعني عبارة عن طلعة كما يقال، ليست هي الضربة الرئيسية وإنما ضربة ثانوية، طبعا استكمالا لما كان قد بدأته إسرائيل في السابق. من المتوقع أن تقوم أمريكا نعم وأوروبا وفرنسا بالذات بتوجيه ضربات يعني إلى القوى البرية إضافة إلى القوى الجوية، يعني الأسد الآن طبعا جويا تغطي روسيا ما قد يفقده وسيفقد القليل، أما بريا نظام الأسد لم يبقى لديه بريا قوات بريه كثيره، وانما الميليشيات الايرانيه وملاحقها وحزب الله هم الذين طبعا يعني يهاجمون على الارض، لذلك اذا اتوقع ان تقوم القوات الامريكيه بالاضافه الى الفرنسيه بضرب القوات البريه لانها محسوبه على ايران وهي تريد ان تضرب ايران، فلذلك اذا ما تم استهداف القوات البريه مع القوات الجويه اضافه للحرس الجمهوري، قوات حرس جمهوري التي اصبحت تترنح وقوات الفرقه الرابعه والافرع الامنيه والميليشيات الدفاع الوطني وما تم انجازه لاحقا الفيلق الرابع والفيلق الخامس الذي تم تشكيله من الفعاليات المدنيه، ستكون هناك يعني قطع الجسد عن الراس، قطع الراس عن الجسد. لا. طيب يعني انهاك المؤسسه العسكريه. نعم. التي تعيث فسادا في الارض وتقطع وتقتل. طيب اخيرا برايك كيف سيستخدم او يستثمر الاسد الضربات الصهيونيه الاخيره في التغطيه على مجزره قواته في دوما؟ طبعا اعلاميا يعني الماكينه الاعلاميه الاسديه طبعا تستغل كل ضربه اسرائيليه بانها طبعا ضربتها اسرائيل لانها يعني هي دولة المقام والممانعة ودولة الطوق البوابة الشرقية لفلسطين المحتلة وهي التي ما زالت قلعة الصمود وتصدي من هذه الترهات التي نسمع عنها هذه إعلاميا، أما على الصعيد الميداني طبعا
طبعا هي لا تحتاج لمبرر كي تستغل، هي هجرت الشعب السوري من اراضيه من اجل شخص، يعني شعب قام على بشار الاسد، قام بشار الاسد بالاتفاق مع الروس و يعني باتفاق مع امريكا حتى ودول الغرب بتهجير هذا الشعب من اجل رجل يعني متجبر وطاغيه كما كان في التاريخ القديم هتلر وغيره، فاستغلاله مستمر بشكل دائم وهو يعني لديه هدف. طبعا مع مجموعه، لو سمحت لي، مع مجموعه من زبانيته المتواجدين في المؤسسه العسكريه، طبعا لديهم هدف بقهر وقتل الشعب السوري وجلب وتوطين عائلات الميليشيات الشيعيه الطائفيه وتوطينهم بدلا منهم. العقيد عبد الله الاسد الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا بك، تحياتي.